عايز ابدا معاكم مباشره بالانفراد اللي انا انفردت بيه. وهنا بس انا عايز اوجه كلامي مباشره لاخويا الصغير الاستاذ احمد عبد الباسط، واي حد، ما حدش يقول انه انفرد بقيد لاعبي الزمالك لان ده شيء غير محترم. انا بحترم كل الناس، ولكن النهارده احمد عبد الباسط طالع بيقول انفرادي لا، انت لا انفردت ولا عملت اي حاجه. مرتضى منصور كان في اتحاد الكوره بعد ساعتين بالليل، انا عامل حلقه ساعتين وبقول للناس كل اللي هيحصل بالتفصيل الى ان ياتي موعد اعلان قيد لاعبي الزمالك. فلو سمحت يا استاذ احمد عبد الباسط، زي ما بنحترم انكم انتوا لما بتجيبوا معلومه وانفراد، عيب عليك تقول سبق وانفراد. وانا بقول لك مباشره، بعد مرتضى منصور ما طلع من اتحاد الكوره بساعتين، لا الكابتن مدحت شلبي كان يتكلم ولا اي بني ادم في مصر كان يتكلم. لكن انا ما يجيش الشتم ويتقال عليا بعت مبادئك وعايز تأيد لعيبه ضد اللائحه والقانون، ولما تطلع كل معلوماتي صح مجهودي يتسرق. ده عيب، ده عيب. بعد مرتضى منصور ما طلع من اتحاد الكورة مباشرة، كان المراسل بتاعي الأستاذ أحمد النبراوي على باب اتحاد الكورة معاه، وخد أول تصريحات مباشرة عن الأزمة، وعمل هذا الفيديو 6 مليون مشاهدة. ثم بعد ذلك خرجت بالليل بعد اتصالات لمدة ساعتين وقلت لكم يا جماعة على مسؤوليتي الشخصية لاعب الزمالك هيتأيدوا. جيت بعد كده في قناة الشمس، كان معايا الأخ محمد عزمي المعلق الرياضي ومراسل أون سبورت والمدير الرياضي النادي نبرو، كان معايا ضيف في الاستوديو، وفتح هذا الموضوع وترهنا سوا وقال مش هيتأيدوا. قلت له هيتأيدوا والأسباب 1 2 3. طلع بقى واحد مجنون يقول لك يا خسارتك يا عبد الناصر، يا مش عارف ايه. انا مش عايز اغلق في حد، دي ناس تافهة وناس متخلفة. انا بتكلم في معلومات، انا مش شغال عند حد يا متخلف. بلا يا خسارتك يا عبد الناصر، بلا مش عارف بعت مبادئك يا عبد الناصر، انا راجل بتكلم في معلومات. يعني انا النهاردة مثلا عندي انفراد، بقول لك ايه، انا بنفرد بعقوبات مغلظة على الهلال السوداني بعد ما حدث في مباراة الأهلي والهلال في أم درمان. أبا شغال لحساب الخطيب؟ كفاية تخلف بقى، كفاية تخلف. أنا دينا هو ببدأ معاك بانفراد مهم جدا، في عقوبات مغلظة على نادي الهلال وبعض أعضاء الجهاز الفني والطبي وبعض اللاعبين بعد الأحداث اللي حصلت في أم درمان، والاتحاد الإفريقي يحقق في كل ما جاء عبر الفيديو وما جاء من مراقب المباراة في تجاوزات في حق النادي الأهلي. هل أنا مش عايز أغلط في حد، بس هل أنا لما أقول لك الانفراد ده قبل أي حد، أبا أنا شغال لحساب الخطيب عشان مش على مزاج الزملكاوية؟ لا طبعا. أنت مش عارف تفهم يعني إيه إعلام. أنت للأسف الضلالية اللي حواليك خلوك لإما تتكلم في صف واحد على مزاجك، لإما تبقى عدو لأي حد. التعريض والكلام ده للأسف الشديد يعرفوا أمثالكم، لكن أنا واضح وحاد جدا، ماليش دعوة لا بالأونطة ولا ماليش دعوة يا بيه مين بيسند مين ومين بيعمل مين. أنا قلت لك معلومة، الهلال سيعاقب بعد ما حدث أمام النادي الأهلي، والأهلي قدم مذكرة لوزير الخارجية ومذكرة أخرى للاتحاد الإفريقي. أنا بنفرد معاك أهو، بقول لك تقرير الحكم وتقرير المراقب يدين تصرفات جمهور الهلال، وفي مشكلة كبيرة وعقوبات على الهلال بسبب دخول الجماهير وبسبب ما حدث من تجاوزات في حق النادي الأهلي وبسبب ما حصل من تجاوزات من الطبيب ضد محمد عبد المنعم وبعض التجاوزات الأخرى من لاعبي الهلال أو بعض لاعبي الهلال.
وفي عقوبة على محمد الشناوي لما انفرد معاك كده. أبا أنا شغال لحساب بالخطيب ولا شغال لحساب الأهلي؟ أنا يا ابني بجيب معلومات بأدب وباحترام وبكلم مصادر، لا ليا دعوة بمين شغال مع مين ولا مين بيقبض من مين ولا مين بيعرس لمين ولا مين بتاع مين ولا مين بيهز دماغه لمين، ماليش في الفيلم ده. وأنا واضح أهو وصريح، أنا واضح وصريح أقول لك أهو، موضوع مباراة الأهلي والهلال في لجنة الأزمات والطوارئ، وإن في عقوبات على الهلال، وكل ما حدث ضد الأهلي تم رصده، وانفعال الشناوي للأسف الشديد سيعرضه لعقوبة. أهو بنفرد معاك قبل أي حد.